لكن دون حياة مشكلة حساسة يا محمد، لأن دون حياة احنا مع سيادتك وده بيتنا، وأرجو إن كلامي لا يفهم بمعايير خطأ. دكتور ضياء، الهيئة الوطنية للصحافة بعد لما حضرتك إن شاء الله وتنتهي انتخابات الصحفيين، أي أسس ومعايير هيتم عليها اختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء التحرير؟ لا، احنا الهيئة الوطنية للصحافة نعضو فيها الآن مختارا من نقابة الصحفيين، وأنا فور نزول الانتخابات جمدت عضويتي في الهيئة الوطنية للصحافة، لأن القانون بيقول إنه عضوية الهيئة ممن أو جزء منهم ممن ترشحهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائي. ولو قدر لي إن أنا أنتخب سأقدم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية اللي هو أصدر قرار تعييني، لأنه ده بقى يرجعنا لفكرة المؤسسات والصلاحيات غير متداخلة، فده أمر منتهي.